ثورة يناير بالنسبة له مؤامرة، ودخوله الإعلام كان أكبر مغامرة. قالوا عنك إنك فج في هجومك. لو قابلت حمدين صباحي في أي مناسبة هتقول له إيه؟ بلا نيلة، اللي كانوا بيحرقوا عربيات الجيش والشرطة والمدرعات دول حب مصر، شكل حارة هراني. شايفاك قلقت. أنا قلت كلمة واحدة، تقدم برنامج مع يسري فودة، توافق؟ أبطلها. الحلقة دي كل الكلام اللي انت قلته فيها على مسؤوليتك الشخصية. شاهدوا يوميا في رمضان على شاشة القاهرة والناس برنامج شيخ الحارة في الساعة 7:30 مساء. أهلا بكم في العاصمة.